السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أول نسخ وقع في الإسلام كان تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فكان لابد من تثبيت هذا الحكم الجديد في أفئدة المسلمين. ونزل قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن أي مكان خرجت أيها النبي مسافرا وأردت الصلاة فوجه وجهك نحو البيت الحرام وإنه للحق من ربك، أي أنه الحق الواضح المؤكد الذي لا شبهة فيه. وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع على جميع أحوالكم وسيجازيكم على ما تعملون. ومن حيث خرجت في السفر والحضر في جميع أنحاء المعمورة وفي كل أقطار الأرض. ومن حيث خرجت مع الاستطاعة والقدرة على التوجه لبيت الله الحرام. وده معناه أن التوجه شطر المسجد الحرام مع القدرة شرط لصحة الصلاة، وهناك بعض الاستثناءات. هنلاقي مثلا المريض الذي لا يستطيع الاتجاه جهة مسجد الله الحرام، والأسير الذي لا يستطيع التوجه لجهة مسجد الله الحرام، والمصلوب في اتجاه غير اتجاه مسجد الله الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأراد الصلاة على راحلته توجه إلى القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت به. ومن حيث خرجت فولي وجهك، لماذا الوجه تحديدا؟ لأنه أكرم جزء في جسم الإنسان. يتساءل فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: لماذا استخدام شطر المسجد الحرام وليس للمسجد الحرام؟ وعلشان نفهم ده لازم نعرف الأول معنى كلمة شطر. شطر في اللغة معناها نصف الشيء أو جزء من الشيء أو جهة الشيء. فنحن حين نصلي إلى القبلة لسنا جميعا في نفس الموقع، فمنا من أنعم الله عليه بالصلاة في المسجد الحرام فقبلته هي الكعبة يراها واضحة، أما من كان خارج المسجد الحرام فقبلته المسجد الحرام لا يستطيع أن يرى الكعبة المكرمة، ومن كان في الآفاق وفي أنحاء المعمورة يصلي جهة المسجد الحرام أينما كان. والمسجد الحرام هو أول بيت وضع في الأرض للعبادة. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وسمي المسجد الحرام بهذا الاسم لأن الله عز وجل جعله محرما، فحرم الصيد عنده وحرم القتال عنده وجعله معظما بين جميع المساجد. كتير مننا في حياته بيعاني من التوتر والإجهاد الذهني والبدني، ووجد بعض العلماء علاج لهذا. وجد هؤلاء العلماء أن الخروج في مكان مفتوح والنظر في اتجاه البيت الحرام والتأمل يساعد على مد الجسم بطاقة إيجابية هائلة. وده بيأكد أن القرآن الكريم كما أنه هدى ورحمة للعالمين فهو أيضا شفاء للعالمين. وده بيضيف تفسير علمي للآية الكريمة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، أي أنه الحق الواضح المؤكد الذي لا شبهة فيه. ومن القائل وإنه للحق من ربك؟ إنه الحق عز وجل، إذن لا بد أن نسلم ونطيع. ومن أحق من الحق بقول الحق؟ أراد الله عز وجل أن يكون عونا للمؤمنين وأن يثبت قلوبهم، فأكد وقال: وإنه للحق من ربك. نجد دائما أن الحق واحد وثابت وواضح ومستقر، وعلى العكس نجد أن الباطل غير مستقر، مذبذب، مضطرب. وإنه للحق من ربك، فتمسك به ودعك من هوى أهل الكتاب والمشركين والمنافقين. وإنه للحق من ربك المذكور في كتب أهل الكتاب، وكانوا يعلموه علم اليقين، ولكنهم أنكروه وجحدوه وكذبوه.
ولماذا نتفق مع أهل الكتاب في شأن القبلة وقد اختلفنا فيما هو أعظم من ذلك؟ وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم. فهنيئا لمن أطاع وويل لمن خالف، فالله عز وجل لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جزاكم الله خيرا.